السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم جميعا في قناتي. معك معود محمد رضا في نوفل فيديو. خوتي الجديد معنا في القناة، أقول لك مرحبا بك في قناتك. من فضلك ما تنساش الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. خوتي شكرا على الدعم المتواصل تاعكم، ربي يحفظكم، ربي يعطيكم ما تتمنى كامل. كيما راكم بخير، بصحة جيدة، انا والله صافا الحمد لله. خوتي هذا الفيديو خاص بالشباب اللي ما يخدموش، الشباب البطال. اسمعني مليح واش راني نهضر اخوتي، سمعوني مليح مليح مليح. ان شاء الله ربي يرزق الجميع، ان شاء الله في الفيديو هذا تستفادوا تنوضوا تخدم. خوتي فصل الصيف فيه الدراهم، يا بعد في الولايات اللي فيهم البحر. عندك اخويا في ولايتك البحر والله فيه الدراهم، تقدر تدخل مصيرفه مليحه في الصيف. خوتي ما تشكلوش على الدبلوم تاعك، مش تقولش انا عندي شهاده فلانيه لازم نخدم بيها ولا ما كانش، او قدو تضيع حياتكم وتضيع روحك. خوتي كاين البحر عندك في ولايتك، اشتغل البحر، اخدم فيه، صح البحر تاعك وكله بصح فيه الدراهم. خوتي واش راح نقول لك، كاين خدمات يخدمون في البحر فيهم مصيرفه. نبداو اولا تبيع ليبيني، شوف واحد يخدم لك ليبيني وعاود انت بيه، والله فيهم مصيرفة ما شاء الله. وشيوا ما تحشموش يا خوتي، ما تحشموش، راك تدخل بالحلال، راك دراهمك حلال، ما كان لا تحشم. اخويا هز البلاتياك وعيط في الشط، هيا ليبيني ليبيني ليبيني، وربي يرزقكم ان شاء الله. ربي كي يقاك قاعد دير في حاجة حلال وراك شعب، ربي يرزقك. وهادو ما يحتاجوش دراهم كبار باش تبدا، والله ما يحتاجوش دراهم كبار، يحتاجوا الاراده برك. خوتي ولي ما عندوش دراهم، خلاص يسلف من عند بابه، من عند الوالده تاعو، من عند خوه ويخدم. عندنا قلنا اولا ليبيني، تبيع ليبيني، تبيع ايضا الشاي والكاوكاو، يمشي زاده المحجوبه، زادا تمشي في البحر. القاطو والقفرات زادا يمشيو وتخدم ما شاء الله. نزيدكم واش لحاجة تمشي زادا في البحر، المناض، مشروبات الغازية، كوكاكولا تمشي، شوابس تمشي زادا، والماء ما سعيدة يمشي. شيوا لازم يكون بارد، بردوهم اخوتي في الدار، ومن بعد دير غلاسيير وحط فيهم غلاسيير تحكم البرودة، تحط فيهم وتتمشى في الشاطئ، تبيع ما شاء الله. حاجة خلاف البيتزا زادة تخدم بيها، بيتزا والكالجي والفيتي يخدموا زادة ما شاء الله. هادو ما يحتاجوش صرفة كبيرة باش تبدا، حاجة خفيفة تبدا بيها وتبيع، وربي يبارك لك ان شاء الله. زيدوا نروحوا لحاجة خلاف شوية طالعة، لازم تكون عندك مصيرفة شوية زايدة. هي شوف احد من الاقارب تاعك ولا الاصدقاء ولا معارفك مولف يخدم في البحر، مولف يكري لي باراسول والطوابل والكراسة، شو تهضر معاه؟ قال انا حايب نخدم، نجيب دي باراسول، نجيب شويه طوابل وكراسة ونخدم معاك وتفاهم. كان اللي يتفاهموا معاك، قال المدخول اللي يدخلوا في اليوم نقسمه على النص، وكان اللي يقول لك مادام انت في حل اخويا خدم على روحك، تجيب 10 باراسولات قولوا يزون 5 توابل و20 كرسي يكفيوك تخدم بهم ما شاء الله في البحر. زيدكم حاجه خلاف شويه، شكون عندك مصيرفه شويه زايده، هي تشري لي كاياك زاده مليح، زاده تشري، لكن عندك تشري بيدالو، بيدالو زاده ما شاء الله يدخل زاده دراهم في الصيف، والله ما شاء الله. مقصود البيدالو ولا الكاياك؟ شو البيدالو اللي قصده بزاف يا بعد الصغار، دراري الصغار يموتوا على البيدالو، يحبوا البيدالو بزاف بزاف. اللي ما عندوش من يجيب المصيرفه باش يبدا واش يدير؟ هذه بلا دراهم تخدمها، تشوف اصدقائك ولا احبابك ولا حد من المعارف تاعك عنده ديار الكرا قراب للبحر، شو تهضر معاه؟ كيما قلت لكم اخوتي، شو تشوفوا مول الدار هذا يقول لك نكري فيها، قال شحال تكري الدار؟ ومن بعد تروح تصور المنزل هذا، تصور دير له ديفولت وتفاهم معاه، قال كي يجيو من عندي
تتكري فيها اكزومبل الدار ب 500 الف ولا 600 الف، قال انا نقول لهم 550 ولا 650، قال في النهار او ندي 50 الف، يباتوا عندك ليلتين ندي 100 الف. سما انت تولي انت اللي تجيب له الناس اللي تكري عنده، انت اللي تجيبهم توصلهم حتى للدار. ويقدر يكون الشخص هذا مول المنزل في حل، والله هو يمد لك يقول لك هاك الدراهم، خاطر ما انت جبتي له وتشفيهم كيما نقولوا مع مش دار واحده، تشفيهم مع 3 ديار 4 ديار 5 ديار في البلاصه هذيك وتخدم معها. حاجه حلال 100%، تشاو تدي في دراهمك، تشاو تتعب. وشي وين نتوما خاوتي ما تحشموش، باش نصيكم ما تحشموش ما تحشموش، وتعرفوا تهضروا مع الناس. جاي الدار كي تروح عند مول الدار هذا تروح عنده تصورها، دير دي فوتو مليح للدار، ومن بعد تحطهم بار انترنت فيسبوك انستغرام تيك توك في سناب، تصور وتحط النيميرو تاعك. قال لي اللي يحتاج اخوتي كريه قريب للبحر او نكري، وش يوا ما تكذبوش على الناس، مش الدار بعيده قولوا بكيلو ولا زوز كيلو، شقولوا قريبه للبحر، ما مد المعلومه الصحيحه هكذا خوتي. وانت تفهم كيما قلت لك مع مول الدار، قالوا لي يجي من عندي ولكن نجيب لك انايا او ندي، اعطيني حقي. انت كي يكون السيد هذاك اللي راح يكري قانع بالبري هذاك، هذيك هي الحمد لله يا رب. انت كي تدخل في لاجورني 200 الف 150 الف 300 الف كل خطره كيف ما كل يوم مباركته. وتقى والله خوتي الناس في حل يكريو الديار هذا، والله كي تجيب له كليون بزاف يعاونك ويمد لك كم دراهم والله. سمعوا انتوما زيد كونوا في حل البحر. وش راح نوصي خوتي يخدموا في شاطئ البحر، يبيعوا لي بيني، يبيعوا الكوكا، يبيعوا البيتزا من فضلك من فضلك، لبسوا كاسكيطة ولبسوا اجيداس، ربي يعيشك. وخاطر ما تمرض البحر ويمرض سخانه بزاف ومن تعب وتمرض. وزاد حطوا معاكم قرعه ماء بارده باش تشرب، وربي يعاون الجميع، ربي يرزق الجميع. عطيتكم خدمات تخدموا في فصل الصيف ولا ندخلوا فيهم دراهم ما شاء الله، خدمهم ورجعوا لي الخبر. والخدمات هذو كامل حالة دخل مصير فيها حالة. وزاد تقدروا تشريوا شورتات دي كاسكيت وش حطوهم في فقدي فوق مال البحر، والله ما شاء الله تخدم زاده، والله انت خدمه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ربي يعاون الجميع ان شاء الله. شكون الميساج وصل؟ ان شاء الله يكون الميساج وصل لاخوتي، ان شاء الله كامل تستفادوا واش هضرت خوتي. الان وصلنا الى نهايه الفيديو، ان شاء الله الفيديو نال اعجابكم، ان شاء الله كامل استفدتوا. ربي يعاون الجميع، ربي يحفظكم خوتي، وان شاء الله في خير. نقولكم ملتقانا في فيديو خلاف. السلام عليكم.